السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا معلمتي، مرحبا أصدقائي. أنا الطالبة راحيل الدهلية من صف ثاني خامس. اليوم سندرس عن أشكال الظل. الأدوات هي ورق ملون، قلم رصاص، عود خشب، مصباح يدوي. قمت برسم دمية وسمكة ودجاجة ووضعتهم على عواد الخشب، والآن سأختبر ظلهم. لكي يشاهد ظلهم عن طريق تسليط المصباح اليدوي على الدمى، كانت النتيجة أن شكل الظل دائما معتم ولا تظهر عليها تفاصيل.